فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأموات يخرجون من قبورهم بدون أرواح ثم ينفخ في الصور فتفطر؟ تبنى أجسامهم، ينزل الله على الأرض مطرا، ينزل الله على الأرض مطرا لا يمنع منه شيء، لا سقف ولا شيء، ثم تنبت أجسامهم من هذا المطر وتنبني أجسامهم وأشكالهم، لم يتغير منها شيء. حتى إن من مر ورأى من يعرف الدنيا قال: هذا فلان. ثم إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية تطايرت في الأرواح، دخلت في الأجسام ثم تدب فيها الروح. نعم.